البداية مشاهدينا ومستمعينا من مباراة افتتاح الجولة 25 من دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث عمق الرائد جراح مستضيفي الأهلي بعدما ألحق به الخسارة السادسة تواليا بفوزه عليه بثلاث أهداف مقابل هدفين. وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الرائد إلى 32 نقطة ليتقدم للمركز الثامن مؤقتا، وبقي الأهلي على رصيده السابق ب 35 نقطة ليبقى في المركز السابع. كريم البركاوي، كريم عند ركلة الجزاء، كريم تقدم، كريم يلعب كرة، الله اول بين الاثنين، وكريم يلعب كرة ثاني من كريم، مشاكل تحيط في السومة، هذه كرة اوه لا لسه المشاكل ما انتهت، لا لسه المشاكل ما انتهت، جوم يسدد الهدف ويسجل الهدف الثالث فقط عن أقرب منافسين اللي في دائرة الخطر، هذه كرة اللعب، الله مهند عسيري يقتنص فرصة وعرضية يسجل معها هدف أول لصالح فريقه، يحصل على الإذن الآن، عمر تقدم، عمر يلعب كرة، عمر السومة يسجل الهدف العشرين له شخصيا في مرمى الرائد، عمر السومة أكثر من يعرف الطريق. واستكمالا لمباراة الجولة 25 من مباراة الدوري السعودي، تقام اليوم ثلاثة مباريات، أولى المواجهات تجمع نادي التعاون مع ضيفي نادي العين. التعاون المنتشي يبحث عن الفوز من أجل مواصلة مستوياته الممتازة، في حين يدخل العين المباراة وهو في المركز الأخير. أما في ثاني المواجهات فيحل النصر ضيفا ثقيلا على ضمك، ويدخل النصر مباراة وسط غيابات عديدة أبرزها المغربي حمد الله بعد العقوبة المفروضة عليه، فيما يبحث ضمك عن النقاط من أجل الهروب من الهبوط. وفي آخر مباريات اليوم وفي قمة النارية، يستضيف الاتحاد صاحب المركز الثالث نظيره الهلال متصدر الترتيب، ويسعى الهلال لتأكيد الصدارة من خلال نقاط المباراة، فيما يبحث العميد عن الفوز والاقتراب أكثر من الصدارة.